ضد ديك العشوائيه واحتلال الملك العام وهذا الشيء هذا كامل حنا ضده، ولكن لابد من بديل ديك الشباب. ديك الشباب لان عندهم عائلات، عندهم والديهم، عندهم وليداتهم، خصهم يعملوا المستقبل ديالهم، خصهم يتزوجوا، خصهم يعملوا الديار ديالهم. راهم ضايعين والناس ديالنا بيسكروا الروخ، راهم جراو علينا صافي. قال علينا الزاك، قال لك دابا حاليا في هذه الساعه هذه، قال لك خصنا نخرجوا بحالنا. دابا حنا بغينا الحل، واش نخرجوا للمغرب ديالنا عند ولادنا او لا؟ شوف اسمح لي، كل يوم باغي يجي. شوف حنا كاين اللي باغي يمشي بحالو، كاين اللي ما جينا هنا باش يخدم، وكاين اللي باغي يطلع الفوق. حنا ما كرهناش كاين انا واحد ديال تطوان، ما كاين الشباب فين غادي يخدموا؟ ما كاين لا معامل لا هذا لا والو، ما كاينش يعني فرص الشغل في هذه المدن. هذو كيضطروا يسافروا للمدن، يهاجروا المدن اخرى مغربيه ولا بويدي كي داير رانا جو اجي كادو نادندو جو جيبو سيتي نادندو بولار اجي كان مي اكي لوغو مي تشانا لا كاجي الريستو دو لا جنت انترا نادندو اي مينوريس تامبيان كي تا ا لو مينوريس تامبيان لو هان اتشاو لا كاجي سي اسو كي تابا كوديندو. اخوان الاخوات المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، السلام الله عليكم، مرحبا بي عندكم من جديد، فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خوتي كما لاحظنا مؤخرا يعني بدات يعني المشاكل كلها تدريجيا كتحل بالنسبه للحدود، بالنسبه للاخوان الاخوات اللي كانوا عالقين يعني في اوروبا ولا في مؤخرا شفتهم ليليا، يعني هذه الامور هذه كامله تحلت. واليوم كاين خبر مفرح اللي هو فتح يعني خطوطين بحريين، يعني جوج الخطوط بحريه كاينه صابونا طنخير، طنخير صابونا يعني هاد المدينه الايطاليه صابونا في اتجاه طنجه المتوسط، وطنجه المتوسط صابونا، يعني هادشي هذا ابتداء يعني من 11 اكتوبر. وكذلك كاين بالنسبه للناس ديال اسبانيا والناس اللي باقيين حاصلين، اذا قدروا انهم يجيو من برشلونه، الناس اللي باقيين حاصلين بالسيارات ديالهم في الخزيرات، كاين يعني خط بحري من برشلونه طنخير ميد، يعني برشلونه طنجه المتوسط. يعني كما قلت لكم شويه بشويه الامور بدات كترجع للمجاري ديالها. هادشي هذا غادي يجرني للمشاكل، هذه مشاكل جديده يعني من بعد ما خرجوا الاخوان الاخوات اللي كانوا عالقين في ستوم ليليا. البارح ماشي البارح، هو اسابيع وما كيتصلوا بنا الناس، لا اللي عندهم تلاميذ باغيين يدخلوا يقراو، لا الناس اللي كيخدموا قانونيين في ستوم ليليا، ومؤخرا يعني شباب اللي ما بغاوش يرجعوا للمغرب بالحجه اللي ما كاين مين دار في المغرب. البارح وصلوني فيديوهات من عند هاد الشباب هادو اللي كانوا حتى هما في الخزاين ديال طرخال، غادي نوريكم الفيديو. الناس مسؤولين سبته ولا اسبانيا، هاد الناس هادوما راهم ضايعين، والناس ديالنا بيسكروا الروخ، راهم جراو علينا صافي. قال علينا الزاك، قال لك دابا حاليا في هاد الساعه هادي، قال لك خصنا نخرجوا بحالنا. دابا حنا بغينا الحل، واش نخرجوا للمغرب ديالنا عند ولادنا او لا؟ شوف اسمح لي، كل يوم باغي يجي. شوف حنا كاين اللي باغي يمشي بحالو، كاين اللي ما جينا هنا باش يخدم، وكاين اللي باغي يطلع الفوق. حنا ما كرهناش كاملين بينا نمشيو بحالنا نخدموا على والدينا وعلى العيال ديالنا، هذا هو اللي كاين. هاد الناس هادو ما دابا قال لك اسيدي خصنا نخرجوا بحالنا. حنا فين ماشي نمشيو نتشردوا في الزنقه، وهنا الناس بزاف، وكاين الناس اللي عندهم وليداتهم، كاين الناس اللي عندهم الاوراق ديالهم هنايا باقي نعطيهم شي ورق. وكنتمناو وكنطلبوا من الناس المسؤولين ديال سبته ولا الناس اسبانيا يعملوا الحل معنا مع هاد المواطنين وهاد الناس دراوش. كاين الناس، كاين الناس مينوريسنا، الناس صغارين وكاين الناس كبارين وكاين الناس مزوجين، كنطلبوا من هاد المسؤولين الله يرحم الوالدين عملوا مع هاد الناس شي حل. راه الناس دابا حاليا في هاد اللحظه اللي كنشوفوا فيها، هاد الناس اللي كنشوف فيها راه هاد الناس غيتسردوا دابا حاليا، هاد الناس غيمشيو للزنقه في غيباتهم، فين غتوقع بولا كريس، غتوقع مشاكل، ما بغيناش هاد الشيء. حنا عندنا العيال ديالنا، عندنا الوليدات ديالنا، كنتمناو من هاد الناس المسؤولين سبته والناس ديال اسبانيا يشوفوا الحل لهاد الناس. راه المغرب ما قبلتنا شي حاليا، المغرب ما قبلتنا شي. ودابا هاد الناس انتم ما سمعتهمش شنو قالوا، هاد الناس قالوا ما بغاوش المغرب اسبانيا. راه كاين الناس، شوف شوف اسي اسمع الناس، سمعنا اخواتي الله يرحم والديك، كاين الناس ما بغاوش المغرب، منهم انا واحد ضرب سبعه ساعات
7 ساعات الطريق في الماء في المرجع باش نمشي نخدم على ولادي. راه ما قايمين ندير في المغرب، راهم كلاونا وكلاونا الرزق ولادنا وكلاو كل شيء. كما شفتوا اخوتي في نفس الفيديو اللي توصلت به من عند هاد الشباب مباشرة، اللي كانوا بغاوني انني نوصل الصوت ديالهم، كنتمنى ان هاد الفيديو كذلك يتبارطاجا، لان الكلام اللي غادي نقول راه مهم، لان هاد الشيء ديال اغلاق الحدود ديال سبته ومنينيه هذه قرارات يعني ديال الحكومتين او ديال الحكومه المغربيه وكنحترموها. غير هو حنا يعني كما سمعنا هاد الشباب وباقي غادي نوريكم فيديو اخر كذلك، للاسف هاد الشباب كانوا كيطالبوا انهم يبقاو في ديك الخزائن. انا اتصلت بناس واستشرت مع ناس وسولت ناس اللي كاينين في سبته، قالوا لي راه ما يمكنش يخليوهم تما لان دوك الخزائن كيتقاموا عليهم غاليين بزاف، كيخلصوا ديك الناس اللي كيكونوا بهم تما ديال كرو الروخه ديال بزاف ديال الناس تما. كذلك ديك الخزائن قالوا لي بلي كيتكراو من 3000 حتى 4000 الاورو، ولهذا ما يقدروش يخليو ديك الناس تما. ولهذا عندي واحد الرساله لهاد الشباب هادو، الشباب اللي باغيين يخدموا على راسهم يعني يشوفوا، يعني هذا حل من الحلول، لان الانسان اذا كان في سبته، حنا 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 عارفينها مديمه، اللي باغي يخدم على وليداتو هذا ويعني الحل اللي غادي يعملوا يتجمعوا مع بعضيتهم هذا ويكريو ويتعاونوا على الكرا وصافي. هذا هو الحل اخوتي، لان باش يخليكم في النابيس راه امبوسيبل. واش فاهمنا الناس اللي باغا تخدم على راسها؟ وهذا امور اخرى يعني نخليوها. وكما قلتكم يعني للاسف هما الدراري هضروا معايا وباقي كنفكر باقي كنستشار، حتى تفاجات في الصباح يعني في الفجر ولا هذا خرجوهم، وانا فعلا جاني الخبر بلي غادي يخرجوهم. ولهذا ما قلت اليوم كنت كنفكر يعني نقول شي حاجه، ولا تفاجات بلي خرجوهم من تما وعيت ما نتصل بهم. نخليكم مع الفيديو اللي يعني خرجوا هاد الشباب ونكملوا اخوتي، وكنتمنى البارطاج لهاد الفيديو على الله يوصل المسؤولين باش يشوفوا حل، لان انا قلت لكم تضروا العمال يعني اللي كيخدموا بطريقه قانونيه، تضروا التلاميذ اللي كيدخلوا يقراو، وهاد الناس ما كيقدروش يهضروا، لان ما عرفتش علاش ما كيقدروش يهضروا. المهم انا كيطلبوا مني انا نوصل الصوت ديالهم، انا اللي في المقدور ديالي كنعملوا. انا كما قلت لكم يعني اضطروا هاد الناس هادو كاملين، حنا القرارات اللي كيتاخذوا الحكومتين يعني بجوج، لا المغربيه ولا الاسبانيه، حنا كنحترموها وهذيك المسائل يعني بيناتهم. غير هو دائما يعني كنهضر على الحكومه المغربيه ديالنا، لان كما سمعتوا في الفيديو يعني انت سمعتي الشباب كيقول ما خصهمش يرجعوا، لان ما كاين مين دار، وكون كان فعلا كاين مين دار خصوصا في هذه المنطقه هذه اللي كان واحد النسبه كبيره ديال الناس كاملين يعني المقوس ديالهم اليوم كيجيبوه من تما من سبته ولا من ليليه، كون كان شي حاجه تما في ديك المنطقه ما كانوش يتكرفصوا. وكما كيقول هاد الشاب راه كيدخل بسبعه الساعات ديال العوم وهذا، وحتى واحد النسبه كبيره ديال المهاجرين اللي هنا كنا نبقاو في بلادنا يعني معززين مكرمين، حتى شي واحد ما كيبغي يهرب من الدار ديال العرس كما كيقولوا هذا المثل المغربي ديالنا. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كاين اللي وصل كاين اللي ما وصلش كاين. المهم يعني هي رساله يعني للمسؤولين ديالنا، وبالنسبه لان كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع، حتى بالنسبه للناس ديال النواحي تطوان ولا طنجه ولا هذا، مثلا دوك الفراشه اللي كانوا تما يعني تمنعوا، حنا ضد ديك الفراشه وهذا وضد ديك العشوائيه واحتلال الملك العام وهذا الشيء هذا كامل حنا ضده، ولكن لابد من بديل لديك الشباب. ديك الشباب لان عندهم عائلات، عندهم والديهم، عندهم وليداتهم، خصهم يعملوا المستقبل ديالهم، خصهم يتزوجوا، خصهم يعملوا الديار ديالهم. ويسكي مثلا ان واحد ديال تطوان ما كاين الشباب فين غادي يخدموا، ما كاين لا معامل لا هذا لا والو، ما كاينش يعني فرص الشغل في هذه المدن. هذو كيضطروا يسافروا المدن، يهاجروا المدن اخرى مغربيه ولا يجيو هنايا باش سينو سكنوا اي نذا. واش تفهمنا؟ ولهذا يعني بحال هاد الناس هادو اللي كانوا كيفرشوا هذا، كان خصهم يكون بديل، يعملوا لهم اسواق اسبوعيه. واش حنا غادي نقول لكم شنو تعملوا؟ بحال انا مثلا هنا في اسبانيا يعني كاين اسواق اسبوعيه كتبدا من الاثنين حتى للحد، يعني الناس يعني بكل شيء ديالهم يعني بالقوانين ديالهم بالرخص ديالهم بالضرائب ديالهم عندهم وكيدوروا. يعني خص هذوك الناس هادوك اللي كنصوتوا عليهم حنا وكنعطيهم الاصوات ديالنا
باش يفكرونا، يفكروا المواطن، ما يتكرفش المواطن، دائما يكونوا يعني في صمت المواطن ويقلبوا له على حلول وما يخليوش المواطن يعاني. دابا حنا كنشوفوا هذه المعاناه هذه اللي وقعت تما. انا كما قلت في الاول، حنا مع هاد يعني هاد القرارات اللي كيتاخذوا، حنا ما غاديش ندخلوا لهم فيها، ولكن بالنسبه للحكومه ديالنا، الحكومه والمسؤولين المغاربه ديالنا، خص حل لهاد الشباب هادو، لابد من حل، والا راه الشباب كيضيع تما والله العظيم بالله. يعني كنتصنت و انا قلت لكم يعني ضاعوا هادو، ضاعوا ديك الناس اللي كيخدموا بالقوانين ديالهم، ضاعوا التلاميذ اللي كيقراو. احنا مؤخرا شحال لقينا كنشوفوا ديال الشباب يعني كيجي في البحار يعني بطرق غير قانونيه، في قوارب الموت كما كنقولوا. احنا كنشوفوا ديك هاد الشباب اذا كانوا اذا كان كاين شي حاجه تما، مي 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 ما احنا كيما شفنا دابا السيدات بالاطفال ديالهم كيجيو، وهذا لان المهم بلا ما نقول راه قول الله حق وصافي. المهم لابد احنا اللي كنبغيو نقولوا في هذا الفيديو، يعني خص المسؤولين ديالنا يسارعوا بالحلول. راه سبع شهور دازت والحدود مقفوله. يعني بالنسبه للناس راه باسو فرونتيريسو يجوزوا الخدامه ولا التلاميذ ولا هذا، راه كاينه بزاف خص يفكروا هما تما، صوتنا عليهم وهذا باش يفكروا يعطيونا حلول. Los inmigrantes han mostrado su malestar porque no saben a dónde ir. ¿Por qué no hemos sacado a la calle? Nosotros no podemos estar a la calle con ese frío que hace. ¿Qué vamos a hacer a la calle con esa hora? Y mira cuánta gente hay. Sí. Están dando la calle ahora. Mira cuánta gente. Mira. Sacando su ropa y sacando todo. Y nos mandamos más por culo a la calle. Dormimos en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Con ese tiempo que hace el frío que pasamos, nosotros estamos dentro, entra frío. Aquí estamos en la calle, no vea qué frío hace por la noche. Nosotros no, mira cuánta gente va a quedar en la calle. Ha dicho que tiene que bajar a la calle, no puede quedar en la nave. Yo he llegado nadando, yo llevo 7 horas nadando por el agua. Para llegarme aquí, luego me echan a la calle. El resto de la gente ha entrado nadando. Hay menores también que está. ¿A los menores también los han echado a la calle? Sí, eso que estaba corriendo ahora mismo. Nosotros no podemos quedar en la calle con ese frío. Que haga algo o que meter algún sitio para dormir nosotros. Me quiero quedar aquí, no me quiero en Marruecos. Ceuta, España, Marruecos, nada Marruecos. Marruecos no vale. المهم اخوتي كنتمنى يعني تبارطاج هذا الفيديو، لايكات باش يوصل. راه اش غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. والله العظيم هذا الشيء اللي كيمروا به بزاف ديال خوتنا المغاربه مساكن، راه انا والله العظيم راه كيوصلوني الاصوات ديالهم كاملين هاد الناس اللي دابا كيفاش هاد الشباب اللي خص يشوف المشاكل ديالهم والمسؤولين المغاربه ديالنا. دابا نتوما كتشوفوا كيفاش كيقولوا لا حنا ما راجعينش للمغرب، ما خصناش يرجعوا للمغرب، راه ما كاين مين دار ما، وكلشي كيسمعنا حشومه. المهم ما نطولش عليكم بزاف اخوتي. كانوا هاد جوج الاخبار، هاد الشباب مساكن بقاو تما مصيبين مشردين، والخبر يعني الثاني هو هاد الخطوط البحريه اللي كاين بين ايطاليا وطنجة وبرشلونة وطنجة، يعني مدينة صابونة طنجة وهذا. يعني هادو اخبار مزيانة بالنسبة للناس اللي بقاو حاصلين هنايا. انا ما غاديش ندخل في التفاصيل لان سينو غادي يجي فيديو طويل. بالنسبة للناس اللي حاصلين هنايا في الخيزيرات بالسيارات ديالهم، راه كاين فرصة انهم يجيو لهنا لبرشلونة حاليا. ولكن المهم ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.